معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من برلين الخبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي. مرحبا بك. إذا نبدأ من صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية التي ذكرت أن العراق أخفق في إنشاء شبكة استخبارية. إلى ما ترجع هذا الإخفاق الذي أصاب ويصيب المؤسسات الأمنية في العراق؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. وحياك الله. يعني حقيقة الحكومة الموجودة في بغداد لم تخفق فقط في الجانب الاستخباري، بل أخفقت في إنشاء منظومة أمنية ومنظومة عسكرية مهنية ووطنية ونزيهة العمل. ولو رجعنا إلى هذه التفصيلة، أنه العمل الاستخباري عمل يحتاج إلى عنصرين أو عدة عناصر، لكن أهمها يحتاج إلى منظومة وطنية ذات توجه وطني حقيقي، وإلى منظومة نزيهة لا يتخللها الفساد، وهذا غير موجود في مؤسسات الدولة الحالية. مؤسسات الدولة الحالية ينخرها الفساد بالدرجة الأولى، وينخرها أيضا الاختراقات الخارجية وتحديدا من إيران. منظومة الاستخبارات اليوم سواء كانت في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات مخترق من قبل ميليشيات إيران. منذ عام 2003 عمدت هذه الميليشيات على أن تكون هي العامل الأساسي في هذه المؤسسات. إذن نحن نتحدث عن مؤسسات غير وطنية منتمية لديها انتماءات خارجية وغير نزيهة، ولذلك بالتأكيد سوف لن يكون النتاج حقيقي والعمل الحقيقي في مكافحة الإرهاب أو الحفاظ على أمن الدولة. لم نجد هذا متواجد في هذه المنظومة. التقرير تحدث عن أن العراق يفتقر لأجهزة الاستطلاع. كيف يمكن تفسير يعني أين تذهب مليارات الدولارات التي تنفق من الموازنة السنوية على الأمن إذن؟ يعني سيدي احنا قلنا بأن الفساد هو بالدرجة الأولى ينخر هذه المؤسسات، كذلك تجد أن صفقات كبيرة وصفقات بمليارات الدولارات أجريت على أجهزة كشف المتفجرات وغيرها، وكذلك طائرات وأجهزة محاولة لأجهزة استخباراتية واستطلاعات. بالنتيجة كانت الصفقات هذه كلها صفقات وهمية، ما جاء من شركات وهمية، والمعدات التي أتت حقيقة غير فاعلة وغير قادرة على أن تنتج معلومة استخبارية. لذلك تجد بأن ما يجري في بغداد هو عملية صفقات وعملية فساد وسرقة لمال هذه الوزارات من دون أن ينتج حقيقة منظومة استخبارية. لو قارنا حجم هذه المليارات بالتأكيد كان بالإمكان إرسال عناصر لتدريبهم على أساليب استخبارات حديثة واستيراد أجهزة حديثة، لكننا لم نجد هذه الفعاليات، والأموال التي صرفت على هذه الأجهزة ذهبت إلى هذه الأحزاب وإلى الفاسدين الموجودين في بغداد. هل ترى إذن أن الحديث عن الفشل في إنشاء شبكة استخبارية بسبب اختلاف القوى الأمنية أن ذلك يؤكد تعدد الولاءات داخل تلك الأجهزة في العراق؟ يعني هو كان عام 2003 كانت هنالك بدايات لهذا الانشقاقات وهذه التعددات. اليوم نشاهد صراع على السلطة من قبل هذه الأحزاب، وهذه الأحزاب كل حزب يمتلك وزارة أمنية وجهاز أمني يوجد فيه عناصره، فبالنتيجة تجد بأن الصراع هو ما بين هذه الأحزاب من دون التوجه إلى عمل وطني حقيقي يخدم المواطن العراقي ويخدم أمن البلاد. بالعكس تجد اليوم الجهد الاستخباري في محاولة التجسس ما بين هذه الأحزاب بعضها على الآخر. بالعكس هذه المنظومات الأمنية اليوم متورطة في عمليات تفجير ومتورطة في عمليات إرهابية كما يحدث حاليا في الموصل بالمفخخات التي تفجر لأغراض أمنية وأغراض تجارية الذي يقوم بها هم أجهزة الدولة، وبأدلة واضحة، ومجلس محافظة الموصل وجه الاتهام لميليشيات الحشد الشعبي. فبالتأكيد نحن لا نتحدث سيدي عن منظومة حقيقية ودولة حقيقية ممكن أن نقيس حجم الفشل والإخفاق أو النجاح فيها. بالعكس نحن نتحدث عن نظام شبه مافيات شبه عصابات تقوده هذه الميليشيات. يعني كل هذه الإخفاقات كيف تؤثر في الأمن القومي العراقي إن كان هناك أمنا قوميا عراقيا بعد عام 2003؟ يعني مسألة الأمن القومي مسألة ترتبط بسيادة الدولة، وسيادة الدولة مخترقة ولا توجد سيادة للعراق. القرار السياسي العراقي هو قرار بالدرجة الأولى إيراني، لذلك الحديث عن وجود أمن قومي هذه عبارة عن كذبة كبيرة، وحتى أمن داخلي لا يوجد، وحتى عمل استخباري لا يوجد. لذلك نجد اليوم أن أصغر مجموعة إرهابية لديها الإمكانية أن
تخترق مؤسسات هذه الدولة سواء معلوماتيا وتخترق أمن المواطن سواء إرهابيا، وعمليات التفجير قائمة. ولا نجد حقيقة بأن نتحدث عن إمكانية في ظل هذه العملية السياسية لإنشاء أمن قومي أو حتى أمن وطني داخلي. شكرا جزيلا لك من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي الأمين.